ده الكاسيت السيمفوني SYV3590 BTX، المفروض انه في بيعرض فيديوهات و MP3s و ايبود و ايفون و اف ام تيونر و جي بي اس، في كل حاجة ما عدا الدي في دي، بيشتغل من الفلاشة بس. تمنه 1050 من التوكيل بتاعه في التوفية. هنجرب نشغله. ده الراديو، هنبدأ من الهوم. دي المنيو الأساسية، جي بي اس، بلوتوث، راديو، دي السيتنج بتاعت السوفت وير، ده الريدر بتاع الاس دي، ده الريدر بتاع اليو اس بي، ده الريدر بتاع الكاميرا، ولو ممكن الكاميرا تبقى خلفية يشتغل ما بمرش دير. ده السيتنج بتاعت المالتي فانكشن، وده الاوديو فيديو ان 1 و 2، يعني في مصدرين للانبوت بتاع الفيديو. طبعا بحط هنا الساعة وبحط هنا الايكولايزر، لو عايز تظبط الايكولايزر زي ما انت عايز. الايكولايزر ده ستاندرد على كل الصوت، لو شغلت فيديو هتلاقي نفس الظبطة، شغلت MP3، شغلت راديو. وده الفيد بالانس. بتجر كده يبقى السماعات اللي قدام، كده السماعات اللي من الجنب، كده اللي ورا، كده بالظبط في النص، وده للصب. دي الزراير هنا، الزرار اللي فوق ده النافيجيتور، زرار تحديد منيو، زرار ده الفوليوم، ودوسة صغيرة بيعمل ميوت، ودوسة طويلة بيعمل شت داون، وتحتيه زرار بتاع الإضاءة بتاعت الشاشة، تفتح وتغمق. وبعدين هنا في المكان للـ SD ميموري، والفتحة بتاعت الـ USB، والفتحة الصغيرة اللي تحت دي بتاعت الـ AUX الأكزيلوري، ودي السلكة دي بتيجي معاها عشان الأكزيلوري. الأكزيلوري زي ما احنا شايفين دي بتركب هنا، وبعدين لازم يبقى RCA، أو لو تقدر تجيب سلكة فيها ستيريو جاك من ناحيتين. نرجع للمنيو الأساسية. المنيو فيها حاجة تانية ظريفة، انك ممكن ترتب الايكونز زي ما انت عايز، يعني مثلا دوس على ده ومجررها جايبها هنا، او دي جايبها هنا. ده عشان اخر واحدة، ممكن نافيجيتور مكان البلوتوث، او نرجع البلوتوث مكان ال ديل سيتنج، جنرال سيتنج، الراديو يوروب، الرينج ديستنس، البلاك اوت اوف، انه ما يطفيش الشاشه وهو شغال راديو، ديمر نورمال، البي بيعمل صوت، الكالبريشن بتاع التاتش بتاع الشاشه، بيجي معاه قلم، بس انا طبعا شلت القلم عند اول حاجه بتضيع. ده الفيديو، الباركينج اون، معناه ان انا لو مدور العربيه والهاند بريك مش مرفوعة، الفيديو ما اشتغلش على الشاشة الأمامية، يشتغل على الشاشة اللي في المخادع ورا.
ده الساوند لو في سابوفر، انا مفيش سابوفر، مش مركب سابوفر. ده التظبيط بتاع التايمر. ده اللانجوج، مفيش غير انجلش وعربيك في الحقيقة، او عربي يعني. ده البلوتوث عشان البيرنج بتاع البلوتوث مع جهاز الموبايل، بيشتغل ميديا وبيشتغل فون كولز طبعا. ده الفاكتوري ريسيت. ده الفوليوم يشتغل على اول ما تفتح الاس دي، اول ما تفتح الراديو، اول ما تفتح البلوتوث يشتغل على فوليوم كامل نمبر الرقم بتاعه. نرجع للراديو. انا مسجل هنا كذا اف ام، هو بيسجل في الباند الواحد 6 ارقام، في اف ام 1، اف ام 2 6 كمان، اف ام 3 6 كمان، 18 شانل اف ام ممكن تسجلهم، و2 شانل اي ام. اتنين شانل اي ام، كل واحدة بتسجل 6، يعني 12 شانل تاني. دي ال كل اوبشن بتشغله بلوتوث او فيديو او كده بيبقى له سب منيو زي دي. سامعين الزنة دي؟ انا حاسس ان الموبايل الاف ام في زنة، بالذات مع 90-90، عكس الكاسة الاصل بتاع العربية، مع انه كان بيسخن بيعمل مشاكل الا انه مكانش فيه الزنة دي بالراديو مع 90-90 تحديدا. ده طبعا البحث بين القنوات والتنقل ما بين الباند، مش اللي انت مسجله. نيكس دي مش اللي انت مسجلهم، لكن ده الباندز بس. ده السيف، ده الديستنس، ده الايكولايزر زي ما قلنا موجود معاك في كل اوبشن. الديستنس لوكال او ديستنس دي بتفرق معاك لما تيجي مسافر الحقيقه. الاف ام اشتغل معاك قد ايه بس في مصر؟ متفرقش قوي الموضوع ده. ما فيهوش ار دي اس اللي هو يكتب هنا راديو مصر او يكتب هنا 90-90 او كده، ما فيهوش الار دي اس اللي هو الداتا اللي بتتبعت مع الاف ام. ده هنا الجو تو لو انت عارف التردد عايز تكتبه على طول. نجرب الاس دي مثلا. هو بيلقط الاغاني كلها على الام بي 3 او الفيديوز. الفيديوز بيشغل ار ام ام في، ار ام في بي بتاع الريل ميديا، بيشغل ام بي 4، بيشغل الدي في دي ريب، انما مشغلش دبليو ام في ولا الام كي في، يعني حاجات كده للاسف مش موجوده يعني. ولو في صوره للالبوم بيعرضه هنا مكان علامه النوت الموسيقيه دي. ودي السب منيو اللي موجوده مع الام بي 3 شافل، يلخبط الاغاني، يجيب اي اغنيه من اي حته يشغلها. ريبيت وريبيت في كذا اوبشن. ده ريبيت مره واحده ويقف، اهو مكتوب 1 هنا. ده ما يعملش ريبيت، ده يعمل ريبيت اوتوماتيك على طول. ده يعمل ريبيت مرتين سوري ويقف. وهنا جو تو برضو لو عارف رقم الاغنيه اللي انت عايز تروح لها في الاس دي. ودي طبعا نيكست، الاغاني. وده البريفيس اللي قبلها. ده ليست بيرجع للاغنيه من الاول، سوري يرجع للقائمة الرئيسية. كلمة حلوة
انا كده بتنقل. ممكن هنا في اي بي سي دي اي، ممكن اختار مثلا حاجه بالام بالال. ان نرجع للليست تانية. ده الـ images، دي طبعا images بتاعت موجودة على الفلاشة. الـ images اللي فوق دي بتاعت الألبومز اللي على الـ MP3s. ده عرض للصورة، شوف الكواليتي بتاعت الصورة، يعني شايف الكواليتي هايلة. الشاشة اللي ورا الصورة فيها مش بالحلاوة دي في الحقيقة. دبس الالوان والعمق، دي الصور طبعا بتاعت ال. نرجع لليست تاني، في سيتنج للبيكتشرز، روتيت زوم وريفرت، بينقل شكل الصوره. ممكن نجيبها بصوره كبيره. السيتنج بتاعت الكونتراست والهيو ساتوريشن والبرايتنس بتاع الصوره تتعرض باني سيتنج. ممكن نرجع باك تاني للليسته هنا. ده الفولدرز، تخش في الفولدرز وتختار الفولدر اللي انت عايز تشغله. في الحالة دي الريبيت بيبقى احسن في الحقيقة. يعني انا هنا دخلت على ميوزك، يعني فوليوم تحت فوليوم تحت فوليوم تحت فوليوم. والفلاش هنا 8 جيجا، فهو بيقرا كويس 8ات، عشان في حاجات كتير فيها مشكلة في 8 جيجا. حتى كاسة العربية الاصلي في 8 جيجا بيعمل مشكلة، بيبقى بطيء جدا. يعني نرجع تاني MP3 music violin الحقيقة الصوت كويس والله. الصوت طبعا انا مش مغير السماعات الاصلية بتاعت العربية، فبالنسبة للصوت كده بصوت كويس. ممكن نشوف الفيديو اللي موجود. حاول ندوس كده على طول. ده فيلم كرتون ذا كرودز. We can't let him go. What if we don't find a cave before sunset? What if it takes a few days? What if the birds come? ده الايكولايزر قلنا ثابت معاك في كل الاصوات. اي صوت بيطلع، فيديو، راديو، بلوتوث، برضو جو تو لو انت عارف التراك بتاع الفيلم. طبعا دي في دي انتوا عارفين بيبقى كذا تراك. هنسيبه شغال ونحاول نشغل حاجة تانية ونشوف هيعمل اوتو بوز ولا لازم ادوس بوز عشان هرجع لنفس المشهد اللي انا كنت واقف عنده. نعمل هوم.
هنقف عند مشهد معين. على طول هو شغال في الخلفية. هنجيب راديو. وندوس هوم تاني. يو اس بي انا مش مركب يو اس بي دلوقتي فمش هيبقى فيها حاجة، بس هي ما تختلفش كتير عن الاس دي بلاير. ده الظبط بتاع المالتي فانكشن بتاع العربية. تحدد الكي وتحدد تشوف كي 1 يعمل ايه، كي 2 يعمل ايه، هما 6 كيز بس. ريزيستور تايب، يعني ايه ريزيستور تايب؟ يعني في ريزيستور مقاومة بتنقل الكهرباء بأوم معين، فالكاسيت يفهم ان دي فانكشن لحاجه معينه. في عربيات الزراير بتاعت مالتي فانكشن مش ريزيستور تايب، مش هتشتغل مع الكاسيت ده. دي الفانكشنز اللي ممكن تعملها مع المالتي فانكشنز. كيز على الطاره، ممكن يبقى بريفيوس هوم، يشغل اس دي، فوليوم اب فوليوم داون، نيكست بلاي اور بوز، راديو كول كات، يعني افصل مكالمه او افتح اعمل مكالمه. ده يشغل نافيجيشن، ده يشغل مود، ده يعمل باور اوف او باور اون، ده يشغل يو اس بي، ده يعمل ميوت. المشكله في ايه بقى في الكاسيت ده؟ انه ما بيعملش الفانكشن لما تدوس على الزرار اللي في الطاره دوسه واحده بيعمل فانكشن. المفروض لما تدوس دوسة طويلة ثانيتين ثلاث ثواني اربع ثواني يعمل فانكشن تانية. يعني بلاي مثلا لما تدوس دوسة طويلة يعمل بوز او ميوت، ما بيعملهاش، ما بيعملش غير بلاي بس. قصة الاصل بتاع العربية كان اللونج بريس له فانكشن تانية. نجرب البلوتوث مثلا، بيسينكرونايز فون بوك، بياخد الفون بوك مع الموبايل كامل. بس الفون بوك هنا ما بيعملش، يعني الاسم الواحد له رقم واحد، مش الاسم الواحد له اربع خمس ارقام زي الموبايلات. فبالتالي هتلاقي الاسم متكرر بعدد ارقام التليفونات اللي انت مسجلها بنفس الاسم. ده كول لوج، بس الكول لوج ما بيسيفش. مجرد ما بلوتوث بتبقى ديسكونكتد كل الداتا بتاعت ميزد وريسيفد ودايلد بتضيع، مفيش ميموري للكلام ده. ولو في اغاني على الموبايل بتاعك وانت عامل له كونكتد يعني بلوتوث، هتشغلها من هنا هتلاقي الاغاني كلها هتشتغل MP3s طبعا او وات ايفر الموبايل بتاعك بيشغل ايه. دي الاوبشنز بتاعت البلوتوث. بلوتوث يفضل اون، اوتو كونكت يكونكت على طول، اوتو انسر. للاسف الديفايس نيم ده ما بيتغيرش خالص، بيفضل زي ما هو. ده طبعا بيرنج كود. والنكست ده النافيجيشن. الحقيقه دي ده مكان كارت الميموري اللي فيه النافيجيشن، فيه البرنامج وفيه الخرائط وفيه كل حاجه. هم حاطين كارت 4 جيجا فيه الخرائط فيه كل حاجه. الحقيقه انا ادهوني المهندس زكريا اللي ركبت عنده في كلاريوم في مصر الجديده. اعتقد ان هم ضروري بيدوا لاي حد بيشتري من عندهم جهاز فيه جي بي اس. وفي زرار هنا شغال نافيجيتور على طول، لو مشغل فيديو مثلا، مشغل راديو، مش عايز تيجي على الهوم عشان تشغل الجي بي اس. لو شغال راديو او شغال فيديو، الفيديو شغال على الشاشه ورا ودوست نافيجيت نافيجيشن، النافيجيتور هيشتغل والصوت مش هيكتم، الصوت هيفضل شغال برضو، بس هتلاقي صوت الراديو اعلى من صوت النافيجيتور. ده احدث خرائط موجوده على فكره. انا شفت اللي موجود كله على النت، الخرائط دي اللي موجوده اللي هو الدهاني هي اللي موجوده على النت. طبعا شرح الجي بي اس ده فيديو لوحده، بالسيتنج بتاعته، بالسيرش بتاعه، لان السيرش بتاعه يعني مش زي جوجل مابس. انت يعني لو عايز تروح سنتر داري اللي في شارع الهرم
بتخش على العمرانية الغربية مش الهرم ولا الجيزة. بتقوله find address هنا ايجيبت كايروس. لو قلت جيزة مش هتلاقي شارع الهرم. بس تقوله العمرانية الغربية. بقالي كتير ما كنتش بشوفهم وبقابلهم وبعدين بيقولوا لي كلام حلو وحسين وعامله ايه وبنقعد نفتكر شارع ايه مثلا شارع اللوبه ليه التشاؤم ده وبتاع كده. طب ممكن تبقى حاجه حلوه يعني حاجه لطيفه ان الناس وحشه بعضها. ما اللي بيسمعني كده اقعدوا كده فكروا ثانيتين كده لغايه عمرانيه الغربيه ولا شارع اللوبه. بس انا مش مظبط العربي للاسف. في كل يوم كده بيحس ان في حد وحشك قوي بس ايه هكلمه ما تعرفش كده. ممكن نعمله بالانجلش عشان نتاكد. مين وحشك قوي وكلمه كده عادي ازيك عامل ايه وبتاع just call to say how are you I love you اي حاجه بقى اي حاجه تعلقه بينكم عامل ايه. اللوبة اللوبة ستريت عمرانيه الغربيه يعني عن المعتاد. انا بقى بحب اعمل سيرش بالعربي حتى لو الاسم ما ظهرش قدامي عشان مره انا يكتبوا ابراهيم اي اي مره يكتبوا ابراهيم بالاي مره يكتبوا ابراهيم اي اي ابراهيم ف ال مره يكتبوا ال عمرانيه مره يكتبوا ال عمرانيه فالعربي بيريحني في موضوع النطق الغلط ده. هندوس هوم تاني دوس مينيو يعني من هنا. راديو شغال وكان جي بي اس شغال. نرجع نشوف الفيديو كان شغال في الباك جراوند. لا وقف بوز. في اجهزة بقى تشغل فيديو تنقل بالمينيو على حاجة تانية تيجي تلاقي الفيلم خلص. بس كده ده بسرعة وببساطة شديدة جدا. نشوفكم في الفيديو التاني. باي.